السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير، كي بقيتوا على خير كلشي مزيان، الله يحفظكم كاملين وتحياتي لكم كاملين. اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم واحد الشكل ديال المالح تيجي غزال غزال بزاف، بزاف كتان. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه اللي تشوفوا معايا تعجبكم وتستحق الجلبه ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير، وشكرا لكم كاملين على حسن المتابعه، وشكرا لكم كاملين على التعاليق الغزاله بحالكم. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 400 غرام ديال الزبده. بالنسبه النوع ديال الزبده تبقى دائما بالاختيار ديالكم والحسب الشكل يعني اولا النوع ديال الزبده اللي دائما تتشريوه وتيكون يعني مولفين تخدموا به. بالنسبه الزبده خاصها تكون بدرجه المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه، ما تكونش في الثلاجه. عندي هنايا واحد 10 ولا 12 الفروماجات، كل ما كثرت الفروماج كل ما تيجي المذاق اكثر، اما 10 المهم الفروماج يكون شويه بزايد من 10 حتى 12 على حسب الفروماج اللي عندكم. ولا ما كانش هذا انا دائما تخدم الفروماج الاحمر، يكون فيه تقريبا 200 غرام ديال الفروماج في هذه الوصفه، 200 غرام ديال الفروماج الاحمر. اما ديروا هذا المثلث او المربع، ولا ما درتوش هذا كان موفر لكم الفروماج الاحمر ديروا 200 غرام. عندي زريعه الكتان، عندي هنايا 250 غرام ديال زريعه الكتان، بالطبع انها منقيه بحكم ان زريعه الكتان ضروري راه فيها فيكون فيها الزبل بزاف، لابد خاصها تنقى مزيان. حاولوا ما امكن تمسحوها تكون فيها الغبره. عندي 250 غرام ديال زريعه الكتان، ما تكونش محمره خضراء. عندي معلقه ديال الملحه كبيره بحكم ان الشكل غادي يكون مالح، غندير فيه معلقه ديال الملحه كبيره. دائما كيلو ديال الطحين تيدخل لي معلقه ديال الملحه ما يعادل 20 غرام. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الابزار. عندي هنايا واحد الضامه ديال البنه بالاختيار ديالكم، يعني بالنوع ديال اللي تبغيو على حسب الاشكال اللي كاينه. انا هنا درت ديال ليباط، بغيتو ديروها تتعطي المذاق، ما بغيتوش ديروها ممكن ما تيبغيش هذا الشيء ممكن يحذفها. عندي هنايا كيلو ديال الطحين كامل موزون مغربل، ماشي حسب الخليط، كيلو كامل. عندي هنايا لابد هاد الوصفه ندخل فيها واحد شويه ديال الماء. عندي الحليب باش غادي ندهن هاد الشكل من الملح، ندهنو بالحليب ماشي بالبيض، ويعني بالحليب. عندي طوابع تتبقى بالاختيار ديالكم، اي حجم بغيتوه ديروه، سواء طابع كبير سواء صغير، اللي بغيتو اللي بغيتو ديروه على شكل صابلي كبير، ديرو هكا صغارين، ديرو مصغر من هاد الشيء، اللي بغيتو نتوما اللي الشكل اللي يعجبكم ديروه. الطريقه ديال التحضير عادي، اللي نديرو دائما الزبده هي الاولى بالنسبه لهاد المكونات. مباشره ندير معاها، سمحوا لي، مباشره غادي ندير معاها الفروماج. غنقول لكم شحال درت هنا، 4 6 8 10 10 الفروماجات. ندير الفروماج، غادي ندير هاد البنه، يعني عندي ضامه حكيتها، دائما حكوها باش ما تجيش ديك الطريفات ديالها باينين بزاف. عندي الابزار وعندي الملحه. بالنسبه للملاحظه اللي قبيله قلت لكم على الملحه، قياس كيلو تندخلوا له معلقه كبيره ديال الملحه. الا كنا دايرين الضامه ما يمكنناش نديروا الملحه معلقه كبيره، بحكم ان الضامه ديال البنه اولا ديال المهم ديال باش نسمو تتكون فيها المذاق ديال الملحه بزاف. انا راه دايره معلقه صغيره بحكم الفرماج مالح والضامه راها مالحه، يعني صافي. ولا عطاتكم الدرس ديال كيلو ديال الطحين، يعني هكا لو غادي يصوب شي لاباط اولادي دائما كيلو ديال الطحين تيدخل لي معلقه كبيره ديال الملحه. كي قلت لكم الملحه تندير زريعه الكتان راها خضره ما طيباش، شحال غادي يقول لي شحال واحد يقول لي واش ممكن طحنها في هذه الوصفه، ما تنطحنوهاش نخليوها صحيحه. بالنسبه اللي غادي يقول لي واش ممكن هاد زريعه الكتان نديرها حتى من صوب الصابلي وندهنو، نديرها من الفوق. الا درتوها من الفوق
مي تطيب في الفران كلها تتحيد من الصابلي يعني اولا من الشكل هذا اللي نصوبو دابا ما تبقاش كاع باينه. زريتك الثاني درتو حتى اكثر من 250 غرام في هذه الوصفه، صدقوني بان تيجي غزال هذا الشكل ديال المالح وتيجي مغاير ومذاقو تيجي لذيذ. راكم عارفين الفوائد ديال زريعه الكتان، ودابا الحمد لله دابا ولا الواحد يدخل كاع المسائل اللي فيها الفوائد كلها تندخلوها كاع في الاشكال ديال الحلوه ولا ديال الطبخ ولا كل شيء. كي تشاهدوا ان تنعجنها عادي ما عذبتني حتى شي حاجه، غادي ندخل لها طحين، غادي ندير الطحين كله في هاد العجين اللي عندي ديال الزبده والفرماج، غنديرو كامل ماشي حسب الخليط او لا، غندير شويه بشويه. ها انتم تشوفوا علاش غادي نرمل، علاش قلت لكم ندير كلشي بدقه واحده. غادي نرمل الطحين مع المكونات اللي ذكرت لكم يعني الزبده، يعني نرملها مزيان تدخل الزبده مع الطحين مزيان. عاد يمكن لي نضيف الماء شويه بشويه، بقاو معايا. يعني هذه الطريقه راه مهمه انكم لحقاش مهمه باش تشوفوها. شحال من واحد راه تيدير هذا الخليط وتيخوي مباشره عليه الماء، ايوا يجي يشوفوا الجراوات ديال المالح او ديال هذا ديال الشكل هذا او لا اشكال اخرى، وتيبقى واحد زيد الماء زيد دقيق جرى لا، او عاد تيكملها انه تدخلها للعجانه وتتعجن وتتجرى. لا ديروا هذه الطريقه، يعني بسبسوا الطحين مع الزبده او مع المكونات اللي مذكوره في الاول، وعاد ديروا واحد شويه ديال الماء شويه، وعاد ديروا اما عجنوها بيديكم اما اذا كانت عندكم العجانه عجنوها في الروبو ولا فاش ما كان ماشي مشكل. المهم ان خصكم القياس ديالها يكون يعني وقت قياسها، ما ديروش اكثر من القياس ديال الماء. كي تشوفوا كيف رملت الزبده مع الطحين مزيان، كي تشاهدوا راه الملاحظه اللي قلت لكم راه في محلها، يعني حتى الطحين ينسجم مع الزبده. عاد يمكن لكم ديروا الماء، الا مشيتو درتو الماء راه ما تعرفوش القياس وتبقاو تدخلوا الماء بزاف وتيجي داكشي جاري. تاكدها ونعاود. دابا غادي ندير الماء وغادي نعجن به الخليط ديالي، تقريبا كاس ديال الماء غادي نعجن، وتا العجينه غتجيني ساهله، العجينه ديال هذا الخليط غادي تجيني ساهله ضويه، غادي تجمع لي وتساعدني حتى في الخدمه مي تندير هاد الطريقه. من بعد ما عجنتها بالماء ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون جاريه. دائما تنقول لكم ديروا يديكم في العجينه، الا سقات راها جاريه، يعني العجينه تكون خفيفه في نفس الوقت انك تقيس فيها ما تلصقش. دابا غادي نشكلها يعني بالطريقه اللي بغيت انا، يعني الاحجام ولا الطوابع اللي بغيت نتوما، عاوتاني الاختيار تيبقى ديالكم. يعني قسمتها كي شفتو درتها، غطيتها بالسلوفان، خديت القياس اللي نخدم به، تنرشو شويه بالطحين وتنورقوها بشكل عادي، خاصها تكون شويه رقيقه ما تكونش غليظه. الطحين ما ديروش بزاف، غير شويه ديال الطحين، وتنبقاو نطلقوها. السمك ديالنا يكون شويه رقيق، من بعد ما طلقتها السمك كي تشوفوا رقيق، غادي نطبعها بطابع عادي كي شفتو هانتم، ومباشرة تنديرها في التبصيل. الأحجام تتبقى بالاختيار ديالكم. عندي واحد الجواب نجاوبو على واحد عدد كبير تلقاه تيقولوا لي واش ممكن ديري لنا غير لا غوسيت، يعني تكون القياس ديالها صغير بزاف. نشرح لكم ونعاود، راه اللي صوب نص كيلو تيصوب كيلو، واللي عطاكم قياس ربعة ممكن تضربيه يعني في ربعة وفي ستة وفاش ما بغيتو. بالنسبة أنا درت كيلو، نتوما ديرو نص كيلو، قسمو على جوج، قسمو على ربعة. ممكن بغيتي ديري تا كتر غادي تقسمي عاوتاني تضربي في كتر، يعني الطريقة
لا غوسيت تبقى هي اللي ضروري خصو الواحد يحطها مضبوطه وما يكونش ما زايد فيها ما ناقص منها. ولكن بالنسبه للقياسات راه النظره تشوفوها سواء كانت ديال كيلو سواء ديال ربعه، وانتوما اما تضربوا في القياس الا بغيتو ديروه كبير بغيتو ديروه قليل تقدر تقسمو، ومسائل تبقى واضحه. يعني بالنسبه دائما هذا السؤال عندي كثير، وعندي خصوصا في الواتساب تيقولوه لي الناس كاع تنعرفهم خصيصا تيصيفطوا لي هاد الشيء تيقولوا لي نعطيك السر تقدي لنا لاغوسيط قليله بزاف. راه عادي اللي يعجن كيلو يعجن ربعه، وانا تنفضل ان اللي يعجن كيلو راه تنجح حسن من تنجح ربعه، هاد الشيء اللي كاين. والمهم نتمنى الوصفات ديالي تنال اعجابكم هي الاهم. كيفاش شاهدوا السيفه عاديه دغيا دغيا، الواحد راه ممكن يكون في يدو يعني بوحدو ويصوب مسائله دغيا دغيا. هاد لاغوسي تقسموها على جوج، يعني بالنسبه راه ممكن دابا نقسم لكم جوج دقائق، كيلو طحين نص كيلو طحين 400 غرام ديال الزبده 200 غرام ديال الزبده، الفرماج 100 غرام، الا كانت عندكم 200 غرام تقسموها على جوج 100 غرام صافي. واي لاغوسي كما كانت نوعيتها ديما قسموها على جوج. تنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه التاليه. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، بعد ما تنسفوا نكملوا الملاح والمسائل كامله، ندهنوا بالحليب ماشي بالبيض. الا دهنتوه بالبيض راه تيجي محمر ما تيجيش الشكل ديالو زوين، ولا دهنتوه غير ابيض البيض كذلك تدهنوه بالحليب عادي تيجي غزال بهذا الشكل. تندهنوا بالحليب الحليب ما فيه حتى شي حاجه، عادي الحليب عادي باش يبقى اللون ديالو تيبقى ابيض ما تيجيش محمر يعني بالبيض باش يبان فيه ديك الزريعه الكتان ويبان مسائل معوطه. بالنسبه تندخلوا الفراد على نار مهيله باش يجي مقرمش. بقاو معايا على ما نكمل. كي تشاهدوا بعد ما طيبتو كي قلت لكم بان ما تيكونش اللون ديالو محمر بزاف بحكم اننا دهنينو غير بالحليب، راه تيجي غزال غزال بزاف. وكي تشاهدوا بان ديك زريعه الكتان بقات فيه لداخل وتيجي غزال ومقرمش ومذاق ديالو ما نقولكمش تيجي لذيذ بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. بالنسبه ليا انا ديك القياس اللي عطيتكم واللي شاهدتو معايا حط لي هذا العدد تبارك الله تينزل، تيخصو غير شويه النفس الطويل وباش الواحد يعني المنتوج يعطي واحد النتيجه زوينه. غير الصبر في اي حاجه باش تجيكم ناجحه وزوينه. انا هنايا انا دائما هذا الشكل تنبيعو، درتو في التخنيشات وبغيت نوريكم مباشره في زليفات هكا في الجبنات راه تيجي غزال 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 بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم نال اعجابكم، ونتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى. وتحياتي للجميع وتنقول لكم شكرا لكم كاملين ولهلا خطاكم عليا والسلام عليكم. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.